اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من كيبورد، ونبداها كالعاده بابرز العناوين. هاشتاج اين باتت الطياره اليمنيه يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. مؤسسة بادر تنفذ مشروع مجالس بادر الثقافية والعلمية. جوجل تعترف بتغيير إعدادات الهواتف عن بعد. وضيف فقرة الاستضافة مهندس الصوت محمد الحميري. مرحبا بكم. وثيقة تحوي توسلاً من طيران اليمنية للتحالف بسماح لطائراتها بالمبيت في مطار عدن الدولي أثارت استياءاً واسعاً في أوساط الناشطين. الوثيقة قالت إنه نظراً لارتفاع تكاليف مبيت طائرات اليمنية في الخارج ووصولها إلى ما يقارب 20,000 دولار يومياً، فإنها تطلب من التحالف السماح لطائراتها بالمبيت بمطار عدن الدولي. الصحفي اليمني غمدان اليوسفي أطلق حملة إلكترونية تحت هاشتاج أين باتت طائرة اليمنية، وتفاعل معه مئات الناشطين اليمنيين. نشوف هذا التفاعل. ما فيش أحد يموت من جوع. تبدو هذه العبارة كذبة أصيلة أمام واقع سكان منطقة أسلم في محافظة حجة التي مات فيها أكثر من 20 طفلا بسبب المجاعة. فقد أصبحت وجبة العائلات الرئيسية هناك أوراق العنب المحلية المسلوقة في عجينة خضراء حامضة. صور مجاعة منطقة أسلم انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعل معها الناشطون. نشوف هذا التفاعل. رجل بجوار جثتي طفليه اللذين قتلا بعد غارة جوية من طيران التحالف. هذا المشهد في صورة انتشرت، الكثير من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي كتبوا عنها. نشوف منشور للدكتورة أنجيلا سلطان قالت فيه: هناك بعض المواقف أو الصور تقف عاجزا وتفقد القدرة عن التعبير،
وتخونك الكلمات والقوافي ولا تمتلك حيالها أي شيء، لا الكلمات ولا المشاعر ستعطيها حقها وتصل إلى ما يشعر به أصحابها. صورة أخرى نشوفها عبر منشور للناشط عبد المجيد التركي يقول فيه: في مدينة ياريم تم تكريم هذا الطفل صباح اليوم لأنه ضمد جراح كلب دهسته سيارة. رأى الناس الكلب وسألوا عمن قام بتضميده وبحثوا عن الولد الرائع ليقولوا له شكرا لإنسانيتك الغامرة. خبر جميل وسط كل هذا الموت والدمار. من فعاليات الأسبوع في إطار اليوم العالمي للنظافة يوم 15 سبتمبر، نفذت مؤسسة توجيذر للتدريب والتنمية ومنظمة ليتس دو إت حملة نظافة شملت 26 مديرية في 7 محافظات، أمانة العاصمة محافظة صنعاء، عمران، إب، ريما، البيضاء، تعز. نشوف صور من هذا النشاط. أقامت مؤسسة بادر للتنمية الفعالية الأولى ضمن مشروع مجالس بادر الثقافية والعلمية والتي كان نجمها الفنان القدير يحيى إبراهيم، وأدار الجلسات الأستاذ محمد عصلة. ويهدف المشروع لتسليط الضوء على عدد من الفنانين والأدباء والشعراء والمبدعين والعلماء اليمنيين للتعريف بهذه الكوادر اليمنية للجمهور. نشوف صور أيضا من هذه الفعالية. مجلس الشباب العالمي فعالية توعوية حول أهداف التنمية المستدامة. تأتي هذه الفعالية بالتزامن مع الحملة الدولية للعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستهدفت الفعالية 55 من الشباب المهتمين بالتنمية المستدامة، وأقيمت الدورة في خيمة الشباب بصنعاء. نشوف أيضا صور من هذه الفعالية. We'll be right back.
إلى التكنولوجيا وأخبارها، والبداية من شركة جوجل التي اعتذرت بعدما لاحظ مستخدمو هواتف أندرويد أن إعداد توفير طاقة البطارية نشط عن بعد من دون موافقتهم. وبعدما ناقش المستخدمون الأمر عبر موقع ريديت، أوضحت جوجل أنها كانت تجري اختباراً داخلياً أتيح بالخطأ على نطاق أوسع لاختبار ميزات توفير البطارية التي طرحت بالخطأ أيضاً على عدد من المستخدمين أكبر مما هو مقصود. على مدار العام الماضي اشتعلت حرب بين فيسبوك وأبل صحتها خصوصية المستخدمين، حرب انتقلت الآن من التصريحات والتعليقات والإعلام إلى مرحلة التطبيق والإجراءات على أرض الواقع. وسيبدأ متصفح سفاري التابع لشركة أبل في الحظر التلقائي لأنواع معينة من ملفات تعريف الارتباط كوكيز والتي تعتمد عليها فيسبوك للتجسس على المستخدمين أثناء تصفحهم لمواقع الويب. وسيقتصر هذا الإجراء في البداية على أجهزة آيفون وآيباد، على أن يتم إتاحتها خلال الأيام المقبلة لأجهزة ماك كذلك. ونشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها خلال الأسبوع، ونبدأها بمقطع قام بتصويره المصور علي السنيدار بعنوان يوم في صنعاء القديمة. نشاهد. نسمع الآن أغنية أجنبية بصوت الفنان الشاب أيلول الثقاف. Don't pretend you're sorry. I know you're not. I know you got the power to make me weak inside. And girl, you're leaving me breathless. But it's okay. You are my survival. Now it may say, I can't imagine a life without your love. And even forever don't seem like long enough. Cause every time I breathe, I take your wind, and my heart beats again. Maybe I. You keep me drowning in your love. Every time I try to rise above, I'm swept away by love. وأغنية يا ليالي التي انتشرت وغناها الكثير نسمعها بصوت الفنان أسامة صلاح بمشاركة الفنان إبراهيم الطائفي. ليالي قال من الحب حالي
ونختتم هذه الفقرة بأغنية يمنية أيضا من أداء الفنانة التونسية مروى قريعة. انت السماء خليتني دور على غيرك واليوم تبغاني أحن قبل ما شرب ماء من ذل نفسه في الهوى يستاهل اللي جاي ما قدر والنبي ودعك خدني يا حبيبي معك ما قدر وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم مهندس الصوت محمد الحميري. محمد أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيكم حياكم الله. الله يحييك محمد. محمد طبعا طبيعة الأسئلة في البرنامج مجموعة أسئلة خفيفة وظريفة نبدأ فيها بعدين نرجع نتكلم عن تخصصك وعنك شخصيا. أنت مستعد؟ إن شاء الله أهلا وسهلا. نبدأ كالعادة بأول سؤال، أوصف نفسك بكلمة. طموح. وأكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ متابع فقط انستغرام يمكن. واجمل مكان زرته في حياتك؟ ماليزيا. مكان تتمنى زيارته؟ سقطرة اليمنية وباريس. اعتقد سقطرة كلنا متفقين عليها. طيب شخصية تتمنى مقابلتها؟ ما في شخص محدد. وشخصية داعمة لك؟ عفوا؟ شخصية داعمة لك؟ من بدايتي نبيل البيضاني صديق. يخلي لك. يخلي لك. ولحظة سعادة عشتها؟ لحظات سعادة كثير. جميل. طالما كنت في وطني كانت لحظات السعادة، الآن لا. يعني هذا ينقلنا نتكلم عن لحظات الحزن. الحزن هي الغربة. ما نشاهده في التلفاز دائما، ما نشاهده انه الوطن ينهار دائما، هذا اللي لحظات حزن كثير تمر فيها. بالفعل. محمد الان لو تعرفنا بمن هو محمد الحميري. محمد الحميري انسان بسيط، مهندس بدات بدايتي من 2001 تقريبا. نعم. واحب التجديد دائما، احب اني اطلع كل ما هو جديد في مجال عملي، عاده احب اقدم عملي افضل ما يمكن اني اقدمه على مستوى عالي من الجوده، رغم الامكانات في البدايه كانت بسيطه، والحمد لله وصلت الى مستوى عالي في المجال اللي انا فيه الحمد لله. قلت بدات في 2001 تقريبا. نعم 2001. وفي قبلها هوايات من قبل 98. نعم. وهو كان دراسة ولا خبرة عملية فقط اكتسبتها؟ الهواية كانت من قبل 2001، ولكن من 2001 كان عبارة عن خبرة ودراسة مع بعض، يعني الاثنين. نعم. طيب ندخل الآن للأسئلة الأكثر تخصصية. أكثر مشاهد ربما يريد توضيح المشاهد ربما يريد توضيح حول مهنة المهندس الصوت بالضبط، ما هي؟ طيب مهنة مهندس الصوت عادة هو الشخص اللي خلف الكواليس عادة في أي عمل فني يقدم يسمعه الجمهور، يبذل جهد كبير قبل أن يكون مسموع بشكل جيد للناس. في مراحل تمر على المهندس الصوت،
من بداية إنشاء العمل كملحن يسجل اللحن مثلا في الاستوديو، وبعدين يجيك مرحلة تسجيل اللي هو مرحلة الموزع الموسيقي، بعدين يجي مرحلة الاستوديو ثاني مرة لتسجيل الكورال مثلا، إلى تسجيل الفنان في الاستوديو أيضا، تحسين مستوى الصوت، هذا تجي مرحلة بعد اللي هو التسجيل، يبدأ مهندس الصوت يجمع المادة كاملة كتوزيع موسيقي، آلات، إيقاعات، أصوات، إما تكون فنان أو كورال بشكل عام مؤثرات، وبعدين يتم دمج هذه الأصوات بشكل متناغم ومتناسق، عمل مسارات وعمل إفكتات خاصة في الصوت لتحسين جودة الصوت كجودة للمستمع، احنا بنسميها فريكوانسي، تكون مسموعة بشكل لطيف للأذن البشرية، ما يكون إما مزعجة أو منخفضة كثير، لكن تكون على مستوى واحد، الموسيقى، الصوت، الإيقاع على رتم أو نغم واحد متناغم مكمل لبعض البعض عشان ينسمع بشكل لائق أو بشكل واضح للناس بشكل عام. هذا ما يقوم به الجندي المجهول في المجال الفني. طيب لو أسألك، ما هي الأجهزة أو البرامج اللي تشتغل عليها في هندسة الصوت؟ البرنامج الرئيسي اللي بشتغل عليه اللي هو برو تولز اتش دي، خاصة بشركة افيد، متخصص فيه من عام 2001، وايضا بالاضافه الى البرامج الاخرى، يعني في برامج مثل الاسامبل تيود مثلا، في برامج مثل النويندو، كيوبيز، سونار، يعني في برامج كثيره متفرعه، ولكن الرئيسي يعتبر البرو تولز اتش دي، بالإضافة إلى السيستم الخاص فيه كهاردوير وسوفتوير، يعني ماني فقط معتمد على السوفتوير كشغل في الإنتاج، إنما الهاردوير أيضا داخل في المجال، والحمد لله متخصص في ذلك، يعني ميكساج وماسترينج، سوفتوير هاردوير بشكل عام. طب أكيد مهندسي الأصوات أكيد هم على مستويات، فما الذي يميز مهندس الصوت الناجح عن غيره؟ مهندس الصوت الناجح عادة لازم يجتمع فيه خصلتين، الخصلة الأولى اللي هي الإحساس، قد تكون الخصلة هذه مقدمة على العلم في مجال هندسة الصوت، لازم يكون المهندس الصوت عنده حس فني في الصوت وفي الشغل بشكل كبير جدا، لأنه في كثير مهندسين صوت عندهم إحساس ممتاز، ما يكون عنده علم أو ما درس هذا الشيء، لكن عنده حس ممتاز وبيطلع شغل ممتاز للناس وللجمهور. جميل. لكن والعكس صحيح أيضا، يعني المهندس الصوت إذا كان هو متعلم وفاهم ودارس وكل شيء بس ما عنده إحساس، ما يمكن أنه ينتج مادة جيدة أو متناسقة بشكل، يعني ما يحط بصمته في هذه المادة يعني بشكل جيد للناس، فقط هو بيشتغل على 1+1=2، بس ما بتطلع بالإحساس الفني اللي ممكن يكون عند الشخص الآخر. وإذا اندمجت هذه الشيئين الخصلتين في مهندس، فبتكون طبعا حاجة مميزة جدا، هذه إذا مهندس صوت متميز يكون عنده العلم بالإضافة إلى الإحساس. جميل، الفكرة وصلت بوضوح. السؤال التالي يقول، ما هي العلاقة بين مهندس الصوت والموزع الموسيقي والملحن؟ أنت تكلمت من قبل لكن ايش تتكلم بطريقة أوسع؟ نعم، العلاقة بين مهندس الصوت والملحن وأيضا الفنان وأيضا الموزع الموسيقي. الموزع الموسيقي والمهندس الصوت علاقتهم هي مرتبطة أكثر من الفنان والملحن، لأنه عادة معظم الأعمال تجي مهندس الصوت خلاص جاهزة ملحنة، هو ما يمكن ما يتدخل كثير في قصة اللحن إلا إذا شاف شيء خطأ مثلا في المقامات مثلا، أو شيء ملحوظ، لكن عادة الملحنين كأسماء كبار، أستاذ أمين حاميم وجميل قاضي وأحمد سيف وفي كثير من الأسماء يعني في الساحة اليمنية كملحنين، أنا أتكلم كساحة يمنية، وكساحة خارجية أيضا في كثير ملحنين مشهورين، يعني يكونوا خلاص هم دارسين شغلهم صح وجايبين اللحن جاهز للموزع، الموزع يستلم منهم اللحن، يبدأ يرسم الموسيقى والمسار الموسيقي على اللحن الذي وصله، وأيضا الموزع الموسيقي لديه إحساس أنه لازم لما يشوف اللحن
فيه مشكلة مثلا، قد ربما هو يضيف بصمته ويعدل في هذه المشكلة بطريقة ما، بحيث توصل مهندس الصوت الفكرة مرتبة وجاهزة للتسجيل. لا يواجه مشكلة أثناء التسجيل مع الفنان والكورال أو من هم معنيين في ذلك. أيضا العلاقة بينه وبين مهندس الصوت والموزع هي ارتباط، أنه لازم الاثنين يفهموا بعض. إيش أنا لازم أفهم رؤية الموزع الموسيقي، أنه هو يرسم لوحة ويعطيني هذه اللوحة أنا أكمل الرسم عليها. أنا لازم أرتب الفكرة مثل ما هو حاب إنها تظهر. أنا حطيت، هو حط مثلا جيتار بطريقة ما، حط بيانو أيضا بطريقة مع آلة ثانية، يحب إنه البيانو اللي يبرز، يحب إنه الناي اللي يبرز. هو يعطيني رؤيته وأنا أكمل هذه الرؤية برؤيتي أيضا وباتفاق معاه. لازم هو يسمع مني العمل بعد خروج الماستر النهائي، هو يسمع ويعطيني كمان ملاحظات، انه انا كان رؤيتي انه الآلة الفلانية هي اللي ابرز من الآلة اللي انت ابرزتها، ونكون متوافقين مع بعض. وهذا ايضا وهذا يعتمد بشكل كبير على التوافق بين الموزع الفني والمهندس. نعم. هذا بشكل كبير يعتمد على احساسك الفني. طيب من طبعا هل من متطلبات مهندس الصوت ان يكون لديه خبرة في المقامات؟ نعم، لازم مهندس الصوت يكون عنده خبرة في المقامات، ليس كاملة لكن من المفترض أنه يفهم إذا الألحان المقامات حتى ولو بشيء جيد، عشان يعرف يرد على الفنان أثناء الأداء، ويعرف إذا كان الفنان ماشي مع الميوزك والإيقاع بشكل صحيح ولا لا. لكن إذا كان مهندس الصوت خبرة في هندسة الصوت ودارس الموضوع وكذا، بس ما يفهم أنه هذا اللحن طلع برا الموسيقى، حصل تون في الموضوع، هل ماشي مع الإيقاع أو لا، هنا تعتبر مشكلة، وما يمكن أنه يقدر يواصل مهنته بشكل صحيح إذا كان ما يفهم هذه الأمور، وهي أمور مهمة جدا طبعا. نعم، أرجع أتكلم عنك شخصيا. عرفنا أنك اشتغلت مع فنانين كبار، ممكن نعرف من أبرزهم؟ نعم. كان عندي عمل قبل كذا، ولكن عمل خاص لوليد الشامي. وأيضا كان عندي عمل مع طلال سلامة، فنان سعودي مشهور ممكن معروف. تحدد لنا الأعمال؟ هذه كأسماء كبار خارج اليمن. أسماء كبار في اليمن كثير طبعا، من ضمنهم أستاذ أمين حاميم، من ضمنهم كثير، يعني ما أستحضر الأسماء لأنه الأعمال كثر يعني بالمئات من السنين السابقة يعني. ما شاء الله، جميل. كثير أعمال. نعم. أكثر عمل شاركت فيه وتفتخر أنك شاركت، تفتخر بمشاركتك به؟ أكثر أو من الأعمال المميزة بالنسبة لي، أو الأعمال اللي أفتخر أني شاركت وساهمت فيها ولو حتى كان بجزء بسيط أو بجزء كبير، اللي هو كليب ردة الدنيا نشيدي ويوم القلوب، صفحة جديدة أيضا، أوبريتات كثيرة في الفضائيات. جميل. نزلت وفي اليوتيوب بشكل كبير. أيضا أعمال همة شباب، هذه من الأعمال أيضا اللي أنا أفتخر بشباب زي همة شباب بالفعل. أني أكون معاهم في أعمالهم وكذا. نعم بالفعل. طيب آخر أعمالك؟ آخر أعمالي أعمال الأعياد الوطنية في كثير، بس ما أتذكرها. آخر أعمالي في رمضان أيضا بعض الأشارات والإعلانات التجارية، أيضا في عمل جديد قريبا إن شاء الله بيكون الفنان فؤاد الهيتار نجم عرب آيدول، أيضا أحد الفنانين أو أيضا أحد الفنانين اللي تعاملت معاهم فؤاد عبد الواحد، وليد الجيلاني. يعني هذه أعمال كثير اشتغلت مع كوكبة من الفنانين. جميل. بس ما أستحضر الأسماء بشكل كبير. جميل، مش مشكلة. إيش رأيك نروح نسمع الآن عمل من أعمالك؟ مسافرين بلا عندي كلام، مسافرين بلا عندي كلام،
محمد، بالعودة إلى نقاشنا، حدثنا عن مهاراتك في التدريب، تدريب الإعلاميين والمخرجي الإذاعات. طيب نعم، سبق لي أن دربت تقريبا 30 صحفي وصحفية، نعم. أيضا 40 دورة ثانية كانت 40 تقريبا شخص صحفي وصحفية ومخرجين الإذاعات المحلية لليمن بشكل عام، كان بالاشتراك مع منظمات دولية، وكان محتوى هذه الدورات هي عبارة عن كيفية أنه أخذ الصوت بشكل نقي للسبق الصحفي أو للصحفي بشكل عام، وفي الأماكن المختلفة الخارجية والداخلية كيفية مونتاج هذا الصوت وتوصيل هذه المادة إلى مهندس الإذاعة أو مهندس الأستوديو بشكل مرتب ونقي وواضح بدون المشاكل اللي تحدث معها أثناء النزول الميداني. ايضا في دورات قدمتها في بعض الجهات الحكوميه، وايضا هنا في السعوديه ايضا قدمت دوره ولجهه بدون ذكر اسماء، يعني جهه عاليه المستوى، وكانت في الانتاج الاذاعي والصوتي، وايضا في التسجيل والمكساج والماسترنج بشكل عام يعني. جميل. نعم. طيب محمد، نصيحة أخيرة لمهندس صوت في بدايته المهنية. مهندس الصوت عادة مجال أو علم الصوت مجال لا ينتهي، وكل يوم التقنية والتكنولوجيا تتطور بشكل كبير جدا، البحث العلمي والبحث الدائم والاطلاع هذا شيء مهم لازم أن يصاحب مهندس الصوت عادة في شغله وعمله دائما، التجديد والتنويع، أيضا الاستماع إلى الأعمال المتميزة أو الأعمال الكبيرة الموجودة هذا لا غنى عنها دائما، وتمرين الإذن الدائم للموسيقى بشكل عام وللأصوات بشكل عام. نعم. مهندس الصوت محمد الحميري، كانت فرصة سعيدة للتعرف عليك والمعرفة المزيد عن مهنة هندسة الصوت، أشكرك جزيل الشكر. شكراً جزيلاً. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ننتظر تفاعلكم معنا عبر صفحة البرنامج الظاهرة بطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم، أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم، إلى اللقاء.